بلغتنا. اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الجلسة المحترم، أصدقائي وصديقاتي الأعزاء، سيادة الضيوف الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا، كيف حالكم؟ أتمنى لكم صحة والعافية. الحمد لله، أقف أمامكم هنا اليوم لأتكلم عن الموضوع الأشخاص في المدرسة. أيها الحاضرون والحاضرات، مدرستي كبيرة وجميلة ونظيفة. أذهب إلى المدرسة كل يوم الاثنين إلى اليوم الجمعة بركوب حافلة المدرسة الجديدة. توجد في مدرستي غرف وأماكن خاصة منها غرفة المعلمين والقاعة والمطعم. في المدرسة مواد متنوعة مثل اللغة العربية والرياضية والعلوم وغيرها. إخواني الأحباء، من في المدرسة؟ هيا ننشد معا. مدير ساعد المدير، عارف أمين المكتبة، رئيس الفصل كاتب معلم تلميذ حارس. هيا بالعربية. إخواني الصعداء، إن المعلمين والمعلمات في مدرستي مجتهدون في عملهم وهم يخططون النشاطات الكثيرة لنجاح طلابهم. والمدير مع مساعدي المدير هما مهتمان بأمور الطلاب في المدرسة اهتماما تاما. وبالإضافة إلى ذلك، توجد كاتبات تعاملات في الإدارة وحارسون حراسة سلامة المدرسة كل الساعة. ثم مدرسة غير مكتملة بدون التلاميذ. في مدرستي توجد التلاميذ الهنود أيضا. العريفون ورئيس الفصل هم المسؤولون عن المساعدة المعلمين في الإشراف على الآخرين. أمين المكتبة المناوب لمساعدة المعلمين في المكتبة. ولذلك أحب مدرستي حبا كثيرا ومدرستي بيتي. وأختم قولي بقول الشاعر: لو كان نور العين يدرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. اجهد ولا تكسل ولا تكن غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. هذا كل شيء مني، شكرا جزيلا، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.